هاي، أنا ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين. النهاردة هنعمل وصفة ما نقدرش نستغنى عنها على السفرة بتاعتنا، وهي المكرونة بالبشاميل. أول حاجة هنسلق المكرونة في مية وملح على النار، واستخدمنا هنا مكرونة الشوفان بدل المكرونة بالدقيق الأبيض العادي، لأن هي صحية أكتر وبتساعد الناس كمان اللي عايزة تنزل في الوزن. وهنتبل الفراخ بتاعتنا بزبادي وملح وفلفل وزعتر وبابريكا. هنبدل اللحمة المفرومة بصدور فراخ عشان الدهون فيها أقل وفيها بروتين أعلى. في حلة على النار هنحضر البشاميل، هنحط الزبدة وبعد كده دقيق الشوفان، واحنا طبعا مستخدمين دقيق الشوفان هنا بدل الدقيق العادي لأنه أصح بكتير وينفع للناس اللي بتعمل دايت أو الناس اللي بتعيش هيلثي لايف ستايل. هنقلب كويس وبعد كده هنضيف اللبن، وفي الاخر هنضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب. وجوزة الطيب هنا مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي. دلوقتي هنسوي الفراخ في طاسة، هنحط فيها زيت زيتون، وزيت الزيتون عادي جدا ان احنا نستخدمه على نار عالية، بس اهم حاجة ان هو يكون اكسترا فيرجن اويل. بعد كده هنضيف صدور الفراخ اللي احنا تبلناها، وبعد كده هنضيف عليها الفلفل الالوان والبروكلي، والبروكلي هنا عندنا ستيم. وبعد كده هنضيف التوابل، ومن اهم التوابل اللي احنا نستخدمها هنا هي الكركم، لان الكركم مهم جدا في رفع المناعة وليه فوائد كتير جدا. اخر خطوة عندنا هنضيف البشاميل كاول لير، بعد كده هنحط المكرونة وبعديها الفراخ بالخضار بتاعتنا، بعد كده هنحط شوية بشاميل عشان يخليها جوسي شوية، وهنضيف اخر طبقة من الباستا. وبعد كده شوية موتزاريلا وتشيدر لايت، وهندخلها الفرن. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، جربوها وهنستنى رأيكم، وألف هنا.